بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد عبد الله الصادق الأمين. عدنا إلى الجزء الثاني من التغذية والتمارين الرياضية، راح نتكلم على الطاقة واحتياجاتها من قبل الرياضيين. هل الرياضيين لما يأخذ طاقة بكمية قليلة سواء من الكربوهيدرات، الجسم تبعه مباشرة راح يروح يستخدم البروتين، واللي هو لازم إنه يستخدمه في عملية بناء العضلات وأنسجة العضلات. لذلك لازم يركز الرياضي على الكربوهيدرات كمصدر رئيسي للطاقة. طبعا بعض الدهون تستخدم كمصدر طاقة للجسم، لكن الرياضيين بشكل عام لأنه بده طاقة سريعة، والطاقة السريعة فقط تأتي عن طريق الكربوهيدرات. لذلك قبل الرياضة لازم إنه يعمل لودينج، لازم يعمل تخزين للكلاجوكين، لازم إنه يستهلك كمية كبيرة من الكربوهيدرات قبل تقريبا فترة زمنية محددة حتى إنه يستمر في النشاط الرياضي تبعه. تكلمنا على الطاقة وتكلمنا على الكربوهيدرات والبروتين والدهون، وما ننسى نتكلم على السوائل، لأنه طبيعي الرياضي خلال العمل الشاق اللي عم يؤديه يفقد السوائل عن طريق الجلد من خلال التعرق أو من خلال التنفس عن طريق الرئتين، وبالتالي إذا لم يكن هناك تعويض مباشر للسوائل التي تم فقدها خلال عملية الرياضة سيؤدي إلى الجفاف، الذي يعمل بدوره على أول شيء يقلل كمية الدم التي يضخها القلب مع كل نبضة، وبالتالي يؤدي إلى أنه العضلات ما عم تتلقى كمية كافية من الأكسجين، وبالتالي يبدأ جسم الرياضي بالإرهاق وتأثيره من حيث الأداء الرياضي يقل. كذلك انه الان سبحان الله السوائل بشكل عام سواء عن طريق التعرق ولا عن طريق التنفس ولا عن طريق البول، في مواد سامة تسمى بالمنتجات الثانوية للتمرين، لانه الرياضي عم يعمل تمرينات عم يكسر بعض الاشياء، عم ينتج طاقة، وبالتالي بعض المركبات تتراكم في جسم الانسان ما يتم اخراجها عن طريق الجهاز الإخراجي اللي هو التعرق التنفس البول، وبالتالي تتراكم في جسم الإنسان ويؤدي بذلك إلى أنه يقل النشاط الرياضي تبعه. بشكل عام كم الكمية اللي يحتاجها الرياضي خلال اليوم أو خلال الأداء الرياضي؟ من 6 إلى 8 أكواب يوميا لازم أنه يشربها، والكوب الواحد تقريبا 250 ملي. المشكلة في عند الرياضيين انه ينتظر حتى يشعر بالعطش، لا، المشكلة انه الجسم الانسان ما يبلش يشعر بالعطش الا لما يفقد 2% من السوائل تبعه. وتكلمنا عن انه السوائل في جسم الانسان تقريبا تشكل 60%، وبالتالي لا يجب تقييد السوائل يعني سواء قبل الحدث او اثناء الحدث او بعد الحدث. قد ما يقدر يشرب الرياضي يشرب، لانه زي ما حكينا الماء عنصر أساسي في جسم الإنسان، والجفاف يؤدي بالنتيجة إلى أنه الأداء الرياضي تبع الرياضي يقل، وبالتالي يسبب له مشاكل. لو نلاحظ في الصورة أنه في عندنا عدة ألوان من البول، مثلا على سبيل المثال الشكل الأول لاحظ أنه أبيض بالمرة، يعني هاي عم يشرب ماء بكمية كبيرة، وبالتالي الكلى مش ملحقة إن تعمل شيء يعني، فمباشرة يخرج عن طريق البول. الأصل الطبيعي إنه يكون اللون تبع البول مو أصفر زيادة، يعني أصفر شوية، لأنه هاي معناته إنه والله ما صار عنده جفاف على سبيل المثال، وإنه الجسم مرتوي بالكامل. لكن لما يبلش البول بهاي الطريقة يصير الصفار أكثر وأكثر، يصير لونه برتقالي، وبالتالي هون يصير عنده جفاف، لأنه قد ما تقدر الكلية تحافظ على المياه تحافظ، وبالتالي لأنه الجسم بلش يشعر بالعطش. لكن لما يصير جسم الإنسان البول تبعه بشكل أحمر، يعني خلاص ما عاد تحول من الصفار القليل إلى البرتقالي ثم إلى الأحمر، هون لازم إنه الشخص يروح مباشرة إلى عند الطبيب، لأنه هون معناته وصل لمرحلة عالية من الجفاف، ولازم إنه يأخذ تدخل غذائي. طبعا يعني لما نتكلم على التعرق يختلف من شخص لآخر، يختلف حسب الشدة والمدة. مثلا إذا كان الإنسان عم يعمل تمارين لفترة طويلة يمكن إنه يتعرق بشكل أكبر،
كذلك نتكلم على درجة الحرارة، مثلا الرياضات في الصيف غير الرياضات في الشتاء. نتكلم مثلا معظم الرياضات في الدول اللي هي فيها حرارة يحطوا فيها الرياضة في الشتاء، زي ما يصير في كأس العالم في قطر. نتكلم على الملابس، كل ما كان الرياضي مرتدي ملابس أكبر كل ما سخن أكثر، كل ما تعرق بشكل أكبر، وبالتالي دائما الرياضيين ملابسهم شفافة، ملابسهم تمتص العرق بسرعة، وبالتالي عشان يقلل من الفقد من السوائل اللي عم تصير. علم الوراثة أصلا يتدخل بهاي الموضوع، مثلا بعض الناس سبحان الله ما عم يتعرق بالمرة، يعني كان الدنيا حر ولا برد ولا شدة ولا مدة ولا الملابس ثقيلة ما عم يتعرق، وفي ناس يعني مجرد بس يسخن شوية يصير العرق منه يخرج بسرعة، وهذا راجع لأنه بعض الجينات وبعض الناس متعودة إنه تعرق بشدة خلال عملية الرياضة. هلا راح ننتقل من السوائل إلى سوائل ثانية، لكن سوائل تسمى بالمشروبات الرياضية. والمشروبات الرياضية كثير ما نلاقي مثلا الرياضيين خلال فترة بين الشوطين ولا خلال الاستراحة يروح يأخذ علبة مشروب رياضي ويشربها. يا ترى المشروب الرياضي شو فيه؟ المشروب الرياضي فيه نوعين محددين، أول شيء فيه سكر على شكل الجلوكوز، وفيه عندنا معدن اللي هو الصوديوم. الجلوكوز ليش؟ لأنه مصدر سريع للطاقة، والصوديوم ليش؟ لأنه أصلا الصوديوم هو موجود في البلازما تبع الدم، وبالتالي يعمل على إنه يعوض الفقدان اللي يصير عن طريق التعرق ويقلل الجفاف. لذلك مثلا لو دائما العرق اللي يصدر من جسم الإنسان مالح، وبالتالي هو ناتج عن خروج الصوديوم وبعض المعادن عن طريق التعرق. المشروبات الرياضية هل هي مفيدة؟ يعني وخصوصا في تمارين التحمل اللي هو مثلا الماراثون اللي هو كذا كذا متر أو كذا 1000 متر، وبالتالي لازم إنه يعوض السوائل حقه بسرعة عن طريق مثلا مشروبات فيها جلوكوز وفيها صوديوم. لكن المشكلة الوحيدة تبع المشروبات الرياضية إنه فيها سكر، ونفسها نفس المشروبات الغازية يمكن إنه تسبب تسوس الأسنان، يمكن إنه تعمل على رفع سكر الدم بسرعة كبيرة. لذلك في هناك نسبة محددة للسكر لازم يكون في المشروبات الرياضية، لازم هذه النسبة ما تزيدش عن 6 فاصل أو من 6 إلى 8% من الكربوهيدرات، لازم تكون بين هاي النسبة حتى إنه يكون المشروب الرياضي كويس. لو زادت على هذه النسبة معناته راح يصير عندي ارتفاع في السكر، راح يصير عندي مشاكل في تسوس الأسنان، يمكن إنه تسبب مشاكل في الجسم بشكل عام. إلى جانب الجلوكوز هناك بعض المشروبات الرياضية التي تضيف منتج أو عنصر ثاني اللي هو الفركتوز، وكل هذا عشان إنه نعجل ونسرع من امتصاص الكربوهيدرات، لأنه السكر يمتص إذا كان في الوحدات الأساسية تبعه زي الجلوكوز والفركتوز يمتص بشكل سريع. مجرد ما يحط الإنسان مثلا قطعة سكر فيها جلوكوز تمتص من الفم مباشرة دون الحاجة إن تروح للمعدة والأمعاء والطريقة المتعارف عليها. المنتجات اللي فيها صوديوم يعني دائما ما تساعد الرياضي إنه تحافظ على حجم البلازما، تساعده في عملية التعافي، خصوصا مثلا إذا كان هناك تعرق زيادة، يعمل على زيادة امتصاص السوائل من الأمعاء إلى العضلات. يعني بالأول والأخير بس الكمية تبع الصوديوم ما تزيد شوية، يعني راح نشوف لقدام قديش الكمية بالضبط اللي لازم يتناولها. مشروب الرياضي تكلمنا جلوكوز والصوديوم، قديش الجلوكوز؟ من 6 إلى 8% من الكربوهيدرات، ما يزيدش على هذا الحد. قديش الصوديوم؟ الصوديوم في عندنا نوعين، يا يكون 110 ملي جرام من الصوديوم لكل 8 أونصات، خصوصا إذا كان يعني الرياضي ما عم يعمل نشاطات تحمل زي الماراثون، لكن إذا كان عم يعمل مثلا نشاطات زي الماراثون الجري بسرعة لمسافات طويلة يمكن تزيد كمية الصوديوم فقط، ما عم أتكلم على الكربوهيدرات، عم أتكلم على الصوديوم. كانت 110 يمكن تصير إلى 175 ملي جرام من الصوديوم لكل 8 أونصات، ونتكلم على الأونصات هون نتكلم على الملي.
لأنه في عندنا نوعان من الأنصات، في الأنصات اللي هي جرامية، وفي عندنا الأنصات اللي هي سائلة أو بالملي. طيب لو قارنا مثلا، تناولنا مشروب رياضي ولا كوب حليب قليل الدسم؟ كوب حليب قليل الدسم يعادل نفس الكمية من الصوديوم والسكر اللي يمكن يأخذ الرياضي من المشروب الرياضي، وبالتالي يمكن استبدال منتج المشروب الرياضي بالكوب حليب قليل الدسم، ومنه يحصل على بعض العناصر الثانية زي نتكلم على الفيتامينات والمعادن في الكوب من حليب قليل الدسم. طيب لما نتكلم على الآن، اتفقنا إنه المشروبات الرياضية بشكل عام نسبة الكربوهيدرات ما تزيدش على 8% وما تقلش عن 60%، لأنه الأكثر فعالية في الحفاظ على توازن السوائل مع تزويد العضلات بالوقود. صوديوم تكلمنا 110 ملي جرام إذا كانت الرياضة بشكل عادي، إذا كانت ماراثون ورياضات تحمل يمكن إنه تصل إلى 170 ملي جرام من الصوديوم، والصوديوم يعمل على استبدال فقدان العرق اللي يصير عند الرياضيين. المشروب الرياضي لكن لازم يكون لذيذ ومذاقه جيد. يعني بعض الملاحظات اللي هي تستفيد منها الشركات المصنعة للمشروبات الرياضية: المشروب الرياضي تقريبا 7 إلى 12 أوقية من السوائل الباردة قبل التمرين إذا كان مثلا في عنده رياضة، بحوالي من 15 إلى 30 دقيقة، هذا إذا كان بده يشرب مثلا قبل الحدث. لكن إذا كان تمرين طويل لفترة طويلة ممكن إنه يأخذ مثلا 6 إلى 8 تركيز كربوهيدرات من المشروبات الرياضية. هنا بعض النصائح للرياضيين اللي هي مثلا اللي بده يعمل رياضة وبده يشرب مشروبات رياضية. أثناء التمرين يمكن إنه يشرب مثلا قبل 15 إلى 20 دقيقة 4 إلى 8 أونصات، ما يخلي جسمه يوصل لمرحلة العطش، لأنه مجرد ما يبلش يشعر بالعطش صار فات الأوان على الرياضي. ما عم نتكلم عن الناس العاديين، عم نتكلم عن الناس الرياضيين. الشعور في العطش بشكل عام هو فقدان 2% من وزن الجسم اللي هو سوائل المي، وبالتالي ما يوصل الرياضي إلى هذه المرحلة إلا وقد بلش الأداء تبعه ينخفض. المشروبات الغازية لازم يتجنبها الرياضي، لأنه راح تسبب له مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي وتقلل من حجم السوائل المستهلكة، خصوصا اللي فيها كافيين وكحول اللي غالبا ما يتم الترويج لها عن طريق الشركات المصنعة. مشروبات الطاقة أيضا فيها كمية عالية من السكر، وبالتالي تضيف، خصوصا بعض الرياضيين يجمع بين مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية، وبالتالي يحصل على كمية عالية من السكر راح تأثر على مستوى السكر في الدم. بعض العناصر للرياضيين مهمة جدا، خصوصا الحديد والكالسيوم. لما نتكلم على الرياضيات وليس الرياضيين، خصوصا مثلا الستات اللي عم يشتغلين في الرياضة سواء كرة قدم ولا رفع أثقال، بالعادة النساء خلال الدورة الشهرية تفقد الكثير من الحديد، وبالتالي لازم إنه تعوض عن طريق أخذ الأغذية العالية في الحديد أو إنه تأخذ سبليمنت، لأنه قلة الحديد معناته قلة الأكسجين في الدم، وبالتالي قلة الأكسجين في العضلات والنتيجة تكون يؤثر على الأداء. الكالسيوم أيضا مرتبط بشكل عام بالعظام، لأنه العظام تبع الإنسان مكونة بشكل رئيسي من الكالسيوم، وما ننسيش هون إنه الكالسيوم كمان مرتبط بفيتامين د، لأنه فيتامين د يعمل على تخزين الكالسيوم في العظام، وبالتالي لازم يكون هناك في ترابط. الوجبات تبع الرياضيين بشكل عام لازم تكون مرتفعة بشكل كبير بالكالسيوم، لأنه خلال عمليات الجري ولا الاحتكاكات اللي تصير مثلا خصوصا بالماراثونات، ولا عن طريق الاحتكاكات اللي تصير مثلا خلال مباريات كرة القدم، يمكن إنه تؤثر أو بشكل آخر على العظام وفقدان الكالسيوم كميات كبيرة إلى الدم. تناول الدهون تقريبا، يعني إذا كانت التمارين مثلا خفيفة إلى معتدلة يمكن إنه يتناول الدهون، حتى إنه مثلا يحافظ على
في الكربوهيدرات المخزنة على شكل جلايكوجين، أو عن طريق يحافظ على البروتين اللي هو لازم لصناعة العضلات. تمارين التحمل مثلا على سبيل المثال، يمكن إنه تستخدم الدهون. هلا مثلا لما يبلش الإنسان في الرياضة، أول شيء يبلش يستهلك الجلوكوز الموجود في الدم لأنه بسرعة، بعدين ينتقل إلى الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات، وبعدين ينتقل إلى الدهون، وآخر شيء يروح إلى البروتينات. في مصطلح يسمى بكفاءة التمثيل الغذائي، والمعنى الحقيقي لهذا المصطلح إنه الرياضي كل ما كان أكثر لياقة، وكل ما كان أكثر رياضة، كل ما أصبح جسمه يتحكم بمصادر الطاقة، يخلي البروتين على جنب، يستخدم الدهون، يخفف من استخدام السكر مثلا على سبيل المثال، يبلش جسم الرياضي هو اللي يعمل كنترول لحاله، وهذا ما يسمى بكفاءة التمثيل الغذائي. كم كمية الدهون اللي يمكن مثلا يتناولها؟ من 20 إلى 30%، لكن أكثر كمية من السعرات الحرارية يستخدمها الرياضي خلال عملية الرياضة هي الكربوهيدرات المخزنة على شكل جلايكوجين في جسم الإنسان. وإذا يعني تقريبا سعة التخزين تختلف من شخص إلى آخر، لكنه هي اللي تبدأ من 1500 إلى 2000 سعرة حرارية، بعدين 4500. صح أن الكمية كبيرة من الدهون، لكن تستخدم ببطء، يعني ما يروح الجسم إلى الدهون إلا بعد ما يستنزف كل الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات. الآن خلال مثلا عملية الرياضيين اللي مثلا الجمباز، كرة القدم، كرة السلة، هذول ما ينصح باتباع نظام غذائي غني بالدهون، لأنه مثل هذه الرياضات تحتاج إلى طاقة سريعة، تحتاج إلى انطلاقة، تحتاج إلى دفعة. أما بالنسبة للدهون في يعني يحتاج إلى وقت حتى الجسم يسخن ويروح يستقلب الدهون، ويكون بالتالي الجسم الرياضي أو المباراة انتهت. لكن المباراة اللي هي مثلا تستمر لفترات طويلة جدا، ممكن إنه يستخدم مثلا نظام غذائي معتدل في الدهون أو متوسط. الدهون بشكل عام عندنا نوعين من الدهون، في بعض الدهون تسمى بالدهون المشبعة زي السمنة والزبدة، وهاي لها مخاطر جمة على القلب وعلى يمكن تعمل التهابات. لكن بالطرف الآخر عندنا دهون ثانية اللي هي الدهون غير المشبعة زي زيت الزيتون على سبيل المثال، أو الدهون الموجودة في الأسماك مثل السلمون على سبيل المثال. هاي الدهون إلى حد ما يعني دهون صحية، ما تعملش مشاكل عندي في القلب، بالعكس بعضها أساسية زي الأوميجا 3 والأوميجا 6 واللي يساهم في تغذية الدماغ. تكلمنا سابقا على كمية الدهون للرياضي اللي هي من 20 إلى 35 من السعرات الحرارية، ونركز بشكل عام على المصادر الدهون غير المشبعة. طبعا حجم الدهون على الرياضي بشكل نهائي يعتبر خطأ، لأنه الدهون مهما كانت فيها فيتامينات الذائبة في الدهون، وهي مهمة في إنتاج الهرمونات، وبالتالي ما لازم إنه نستثني الدهون بالمرة من الدايت. لازم يكون الدايت تبعنا متوازن في كمية من الكربوهيدرات، في كمية من الدهون، وفي كمية من البروتينات. طيب الآن نتكلم على البكتيريا النافعة على سبيل المثال. في عندنا البروبيوتيك والبريبيوتيك أو البريبيوتيك. لما نتكلم على البروبيوتيك، هو الكائنات الحية الدقيقة اللي هي مفيدة في الأمعاء على سبيل المثال، زي مثلا اللاكتوباسيلوس ولا الانتيروكوكس. هاي البكتيريا مهمة جدا في الأمعاء، لأن تحفز الأمعاء وتحفز البكتيريا اللي هي النافعة. في بعض الأطعمة غنية بهاي البكتيريا على سبيل المثال الزبادي، كل طعام مخمر يمكن نتلاقي فيه بكتيريا نافعة. الزبادي، الكفر، الكومبوتشا، مخلل الملفوف، الكيميتشي والتيمبي والميسو، بعض المنتجات اللي هي مش متواجدة يمكن في الوطن العربي لكن متواجدة في شرق آسيا وبعض البلدان. ننتقل إلى البريبيوتكس اللي هو الغذاء المفيد للبكتيريا السابقة اللي تكلمنا عليها. عادة ما تتناول الألياف من النباتات مثلا على سبيل المثال البصل، الثوم، الكمثري،
التفاح والموز، وكذلك حتى منتجات الألبان يمكن تكون مفيدة للبكتيريا اللي موجودة في الأمعاء تبع جسم الإنسان. الفيتامينات والمعادن، يمكن إنه الرياضي يحتاج إلى مكملات، لكن إذا كان الرياضي عم يتناول وجبة متوازنة وفيها كل شيء، بالتالي ما فيش داعي للفيتامينات والمعادن كمكملات. يمكن إنه يحصل عن طريق وجبة أو نظام غذائي يكون متكامل، وبالتالي ما فيش داعي إنه يستهلك المكملات. تكلمنا إنه النظام الغذائي المتوازن راح يكون هو الأساس في عملية دعم الجسم الرياضي بالفيتامينات والمعادن، وبالتالي ما فيش أي داعي إنه يستخدم المكملات. لكن الآن لما نتكلم على الغذاء، إحنا نتكلم على 40 عنصر غذائي يومي يدخل جسم الإنسان عن طريق الغذاء. المكملات الغذائية عمري ما توصل لهذه العناصر، يعني المكملات الغذائية فقط يعطيك مثلا فيتامين B12، النياسين، العناصر المعروفة حاليا، لكن هناك عناصر يمكن ما اكتشفت لحد الآن، يعني متواجدة في الغذاء لا يحصل عليها إلا عن طريق الغذاء. لذلك لا يمكن أن تعوض المكملات الغذائية عن سوء التغذية أو خيارات المشروبات السيئة. لو لاحظنا مثلا هون عندنا الميكرونيوتريانت اللي هو مثلا الخضروات، الفواكه، الحبوب، الألبان، اللحوم، كل واحدة منهم في كمية من الفيتامين بي، كاليسيوم، فيتامين سي ودي، والمغنيسيوم والسيلينيوم والأيرون. يعني لو أخذنا مثلا خضروات مثلا البروكلي تناولنا معه مثلا على سبيل المثال البنانة، الموز، وأخذنا من الحبوب مثلا الكورن فليكس، وأخذنا مثلا ملك ولا مثلا زبادي على سبيل المثال، ومن اللحم مثلا أخذنا السلمون، وبالتالي نحصل على وجبة كافية وتامة. الفيتامينات والمعادن عادة يعني العناصر بحالتها الفردية ما تعملش بالكفاءة نفسها لما تكون مثلا مع الأغذية، مثلا خصوصا مثلا بعض الفيتامينات، فيتامين بي 12 وحمض الفوليك مرتبطين مع بعض، مثلا الكالسيوم وفيتامين د مرتبطين مع بعض، وبالتالي أحيانا فصل العناصر الغذائية عن بعضها البعض يعني مشكلة. بعض الأحيان يمكن إنه الجرعات الزائدة من الفيتامينات والمعادن تسبب تسمم أو مشاكل فرط مثلا في الاستهلاك. على سبيل المثال نتكلم على الإسهال، نتكلم على الطفح الجلدي، وبالإضافة إلى آلام المفاصل. بعض الفيتامينات خصوصا الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون زي فيتامين ألف ودال وهي وكي، هذول ما عم يخرجوا مع المي لأنهم أصلا ذائبين في الدهون، وبالتالي يتخزنوا في جسم الإنسان، ولما يزيدوا عن حدهم يمكن إنه تصير سامة وتسبب عدة مشاكل في جسم الإنسان. دائما وأبدا على الرياضي إنه يتذكر إنه المزيد ليس دائما الأفضل، الاعتدال دائما في تناول أي شيء هو الأساس عندما يتناول مثلا سبليمنت أو يتناول مكمل. غالبا ما يكون المكملات على سبيل المثال مش صحية. الآن معظم الشركات مثلا تروج للمنتجات تبعها، لكن هذا لا يقلل إنه هاي مثلا المكملات فيها يمكن تلوث، يمكن فيها بعض الأشياء الضارة زي المنشطات، أو فيها يمكن آثار جانبية صحية سلبية على الرياضي. وبالتالي الغذاء هو المصدر الوحيد والأفضل للمكملات والفيتامينات والمعادن. هل المكملات بشكل عام هي يعني حسب ما تقول الشركات ولا حسب ما تعلن إنه والله صحية 100%؟ لكن العالم انقلب إلى تجارة أصلاً، المكملات هذه يمكن تحتوي على مكونات خطيرة وغير معلنة زي المنشطات والعقاقير الخطيرة الأخرى، يمكن إنه فعلاً تعطي تحسينات جمالية للأداء، لكن على المدى البعيد مثلاً نشوف المشاكل اللي تصير للرياضيين، مثلاً السمنة، هشاشة العظام، الخرف على سبيل المثال، لأنه ما نعرف شو المكونات تبعها. بعض الأحيان يمكن إنه يتم غش المكملات عن طريق يعني بقصد أو بغير قصد، مثلا بالمبيدات الحشرية أو المعادن الثقيلة، يعني
ما هو اتهام للشركات هذه، لكن ما بيعرف هذا شو المصانع هذه عم تستخدم يعني من مواد، وبالتالي يعني المنتجات هذه إذا كان الإنسان يستطيع الحصول عن طريق الغذاء بنفس الكمية وبنفس الدقة، فشو الضروري إنه الإنسان يروح مثلا يستهلك المكملات؟ بعضها يمكن يكون مثلا فيه يعني بعض المكونات تسبب حساسية، مثلا بعض المصانع تعمل خطين، خط لصناعة مثلا المكملات وخط مثلا لصناعة مثلا فول الصويا ولا الجوز ولا اللوز. بعض الناس مثلا عندهم مثلا تحسس من الحبوب والخبز على سبيل المثال، خصوصا بعض المصانع اللي تستعمل يعني الخط الواحد تستخدمه لإنتاج أكثر من منتج، وبالتالي يمكن تسبب تحسس في بعض الأحيان. عموما كلمة أخيرة نحكيها عن المكملات بشكل عام وغذاء الرياضيين بشكل عام، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الغذاء وخلق فيه كل المكونات الغذائية اللي يحتاجها الإنسان، يعني البروتين سواء ولا الدهون ولا الفيتامينات ولا المعادن يمكن إنه الإنسان يحصل عليها بشكل صحي ومباشر عن طريق الغذاء المتوازن، الوجبات اللي تكون موزعة على وجبات رئيسية وسناك فيما بينها، الرياضة المعتدلة، أكل الوجبات في أوقاتها المباشرة، مثلا ما نخلي مثلا الفطور لفترة وبعدين نفطر، لا، الفطور في وقته، العشاء في وقته، الغداء في وقته، لأن جسم الإنسان بالأخير هو مبرمج على بهذه الطريقة، وبالتالي غذاء صحي ومتوازن وشرب كمية كافية من السوائل، الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية والكحولية والمشروبات اللي فيها سكر زيادة، وكذلك مشروبات الطاقة، نضمن للرياضي إنه يحصل على الأداء الفعال خلال الأداء الرياضي بإذن الله سبحانه وتعالى. نأتي هنا إلى نهاية المحاضرة أو الجزء الثاني من التغذية والتمارين الرياضية، نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.